طبات جاهزين دكتور باسم، توكل الله. نستقبل الآن أولى البطولات في أرض الميدان. في تراب
إذن شاهدنا الجميلات الرائعات المهرات المتأهلات صاحبات المراكز الثلاث جمال رشاقة أناقة خفة، هذه المهرة العربية الأصيلة. نعم حب الخيل وعشقها وبيها ومالكها ملك عز وهيبة يسابق خطوتي شوقي عليها ليجيتها من بعد غيبة. هذه المهرة التي نعشق، ما يعسف المهرة غير خيال، وما تأخذ القلب غير هاي الأصيلة، وما يعقد المرجلة غير الرجال، حتى عروقه نادرات الفصيلة. نعم هذه المهرة الجميلة، ما كل مهرة تصهل بصوت حساس، فيهن ترى أنواع يا أسايس الخيل، فيهن أصيلة تعجبك يوم لو طاس، وفيهن تخونك لا ترى غزب الليل. أما هذه المهرة العربية الأصيلة عمرها ما تخون، لأنها عربية أصيلة صاحبة تاريخ وصاحبة أمجاد مع أبائنا وأجدادنا. جمالها وقوتها هو عنوان تلك المهرة العربية الأصيلة، نكحل الأعين بالنظر إليها ونستمتع. وهذا الحضور الكبير والتشجيع الرائع للإنتاج المميز، الإنتاج السعودي المميز، لو كن منا أيها المنتجون الرائعون مربون المحافظون على الدماء العربية النقية كل التحية والتقدير، وجزاكم الله عنا كل خير. This program is offered by حكام اختياراتهم، وأنتم تنظرون تتوقعون تتمنون تريدون وتعشقون كل المهرات العربية الأصيلة، لكن
نحن ننتظر الثلاث جميلات يخذلن بجمالهن في الميداليات الثلاث إما ذهب أو فضة أو برونز. كونوا معنا. Into the shifting sands in the distance. A loud murmur pierce the silence. Shadows cast by the cold moonlight reveal the ruins of an ancient fort. Every stone of the border, there for centuries, could tell a story. The winds lift the rising smoke of a campfire's burning embers, like incense to the heavens. Suddenly, as approaching hoofbeats carried by the wind echo through the dunes of the Sahara, a magnificent stallion, battle-ready, reared and pawed the moonlight in anticipation of its Bedouin night. Its eyes flashed like sparks from a fire. His nobility and elegance were shown with no little modesty, not only by his being, but also by his character. He was adorned with riches. The details of his trappings were crafted by an artisan, so rich in beauty and detail, they made him worthy of a king. It was his courage, loyalty, and spirit that made him his master's pride. Together, they would conquer all foes, and this night, the legends of the Sahara would be born. والله قلب دب. نبدأ بصاحبة الميدالية البرونزية. برونز ميدلز goes to Philly number 42 برهاني المعود. ألف مبروك الميدالية البرونزية لبرهان المعود. مبروك لشركة أصالة نجد الخيل العربية الأصيلة مربط المعود. ألف مبروك. أين أنت يا جميلة؟ برهاني تعالي خلينا نشوفك صاحبة الميدالية البرونزية. والميدالية أنت وجه ثلاث مع بعض خلينا بس ناخذ ذهب ناخذهم مع بعض ثلاث. الميدالية الفضية سيلفر ميدلت goes to Philly number 3 إيفان آل زايد. ألف مبروك للسيد سعد بن سعيد بن زايد آل عايض الميدالية الفضية. أين أنت يا إيفانا؟ هاي الجميلة سيداتي سادتي. والآن وصلنا إلى صاحبة السعادة والميدالية الذهبية
gold medalist goes to Philly, number 21 ليالي السيد. ألف مبروك لمربط السيد. ليالي تضيء في هذه الليلة، تضيء سماء الذهب، ليالي السيد. نبارك لمربط السيد الرائع الميدالية الذهبية. مبروك ليالي السيد، اختالت بجمالها واستطاعت أن تفوز بالميدالية الذهبية رقم 21. مبروك لمربط السيد الخيل العربية الأصيلة. هذه ليالي السيد، مبروك الميدالية الذهبية، ما شاء الله عليها الجميلة ليالي السيد، تضيء بهذه الليلة الرائعة بالميدالية الذهبية. يتفضل بتتويج البطلات صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود ومالك مربط تالا السيد الأستاذ عبد العزيز الفوزان، يتفضلوا يتوجوا البطلات الثلاث. إذن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل لرعايته الكريمة لهذه البطولة الرائعة والمميزة. الكرة الموصول لمركز الملك عبد العزيز الخيل العربية الأصيلة لاحتضانه وإشرافه على هذه البطولة، بطولة الإنتاج المحلي العاشر للخيل العربية الأصيلة، لهم منا كل التحية والتقدير. وطبعا ممثلة بسعادة الأستاذ عبد العزيز سعود المقبل مدير عام المركز، لهم منا كل التحية والتقدير. Hello.
أرجو الالتزام بالتباعد الاحترازي وارتداء الكمامة. وكما ذكرنا المتوجين يكونوا 2-3 يعني المالك مع 2، رجاء الالتزام بالبروتوكول الصحي.